في تبرع وتجاوب ممتاز، يعني الكويت قدمت في 500 مليون والدول الأخرى كلهم حسب ما قدمه، فأعتقد هذه من الأمور الممتازة اللي تسجل لنا وتؤكد اللقب اللي حصل عليه صاحب السمو عبد الله قائد الإنسانية ومن قبلها أبو الدبلوماسية، فأعتقد أن هذا الموقف رائد يحسب للقيادة الكويتية وعلى صاحب السمو وأيضا للكويت وتاريخها وسجلها الناصع في هذا الأمر.